اجا الصيف وفضي الهوى وبعد في شوية مصاري بجيبة الجديد. اجتمعوا القادة فكروا وحللوا وقارنوا وقرروا التالي بدون برنامج يربح جوائز لكتار ويكون في قصة إنسانية، شي مثل خدني بحلمك بس مش خدني بحلمك، يعني بيشبهوا شوي بأنه الرابح بحقق حلمه وأنه مقدمة البرنامج وشي ستار بيشتغلوا محله. بس لا عزيزي المشاهد، هيدا برنامج جديد. عزيزي المشاهد، ولك لا ما عم بحكيك، هيدا اسم البرنامج وحتقدمه ليليان نمري. ليلو حتسوق بيك أب وحتوزع هدايا بكل لبنان، هي ورايحة وهي وجاية من تصوير كل حلقة. جعت تطلعوا حلو الفكرة، ما هيك؟ ما حدا سبقنا عليها غير شي 20 شخص. لحظة أرجع لي شوي، بيك أب مش مشكلة، هدايا مش مشكلة، بس مين حيعلم ليلو سويقة؟ حليناها، مع الوقت بتتعود الشوارع على سويقة النمر ليلو، ونحنا مش مسؤولين عن الحوادث. بس حرام، حرام هالجمال كله يتشوه، لك حرام هالزينة وهالأناقة تنخدش حتى، وهي خرزة عين الحسود تبلى بالعمى. وين صرنا؟ اي صح، هيدي ليلو استلمت البيك اب وما مصدقه اي متى حتبدا بالمغامره الاولى. هاي بولو مخرج، فينا نبلش اكشن بحلقه الليله من عزيزي المشاهد. حب على الشارع، مفاجاه غير متوقعه، وانهيار فريق العمل. شوارع بيروت اليوم على موعد مع مغامرة جديدة بهنهار العادي، حدث مش عادي رح يصير على طرقات بين الناس. انطلق بيك أب الست ليليان تيلف كل لبنان، محظوظ يلي حتوقف له لأنه رح ياخد هدية مش حسب لحساب، بس شخص واحد من بين الكل رح يربح مش بس هدية، رح يربح حلم. عزيزي المشاهد، بلشنا بنهار جديد واليوم حلقة أكيد رح تكون مثل ما بتتمنوها وأكثر كمان إن شاء الله. اليوم حبيت هيك شوي أحكي عن الصداقة، لأنه الصداقة موضوع كتير مهم، نسمع عنه كتير، كلهم بيكتبوا عنه بالسوشيال ميديا، اخذ لنا من وقتنا، من حيز حياتنا بشكل مش طبيعي. فقديش الصداقة مهمة وقديش الصداقة حلوة لما بتكون الصداقة صداقة مش انه كلمة بتتم. يسلم هالتم، عم تحكي حكم ليلو اليوم. ايوه من لول، جانو صاير بالدرس كتير مهم. لو اطلعت ليلو لبرا كانت شافت المفاجأة عوجوه الناس، هني متفاجئين من شكل البيك أب أو من سواقة ليلو، ما منعرف. واليوم يمكن موضوعنا مش بالمية مية هو الصداقة، بس هو بيكفى عن المحبة. هيدا حلقتنا اليوم، هلا بدنا نبلش بالفتولة. الفتولة يعني ليلو تسوق بالشوارع، توقف وقت بدها، توزع هدايا على الناس لحد ما يخلصوا كل الهدايا. لا اليوم شوي تأسن ساعدنا، منو شوب كتير مش الحال. هلا الأول فتولة، أيوة هشوف عميلة. أوه يا مامي، هيدي كيف بدي أحملها؟ منيح لا في هدايا حلو كتير. لشوف هلا كيف أروح. أول فتولة يا أم اللول، يلا جاية مرحبا وطن. صباحو، كيفك؟ عندي هالصباح الحلو. وينو الشاب اللي
بونجور عزيزي المشاهد. نحن من برنامج عزيزي المشاهد على الجديد، فنحن عم نبرم ونوزع هدايا على كل الناس من دون اي سؤال ولا استفتاء ولا شيء. نيال توفقنا توفق، كتر خير الله. هيدا كادو والف مبروك. ميرسي. شو طمنا، كيف التجاره، كيف الشغل، كيف الوضع؟ الحمد لله كتر خير الله. نحن هلقني بدنا نقول لك باي باي وتبقى حضرنا على الجديد ببرنامج عزيزي المشاهد. عزيزي المشاهد، وهلا الى فتوله جديده. يلا باي. باي. ما بدك هدية؟ يا تقبرني، يا تقبر قلبي. ليش عم تعمل هون؟ شو اخبارك؟ مشتاقلك انا. تعال اعرفكم، تعال احذروا مين هالشاب. بطل فيلم وست بيروت محمد شمس، هو اللي لعب وست بيروت الصغير الازعر. عرفت؟ تقبر قلبي. خليك محلك، اوعى تروح جاي. في نقطة؟ إذا ما بتعرفوا فيلم وست بيروت بنصحكم تشوفوه. بهالفيلم عملت ليلو ومحمد أدوار ما بتنتسى. وست بيروت اليوم عمره 19 سنة. بهال 19 سنة محمد اللي كان ولد صار اليوم عنده عائلة. محمد هيدي كادو من الجديد. تبع حضرني ايه؟ اكيد عم بحضرك دائما. يلا بوسك انا، بوس الاولاد. باي. يا فتولي. محمد وليلو كل واحد راح بطريق، ومع انه ليلو فرحت بهالصدفة في شي لمس قلبها وبدل الضحكة بتنهيدة. يعني اليوم هالذكريات، شفت محمد تذكرت فيه بوست بيروت بتحكي، بيحكي عن الحرب الأهلية بلبنان. يعني ما بعتبرها حرب أهلية أبدا، حرب نزاعات ويلا تنذكر وما تنعاد. عن جد تذكرت شو كان صغير وصار شاب، يعني صار عنده أولاد. هلا المهم الصداقة اللي كنا عم نحكي فيها، إنه في أشخاص بيكونوا كتير محبين وبيضلوا أصدقاء وما بيعاتبوا على الفاضي وبيحبوا من قلبهم. هيدي هي الصداقة الحقيقية. برافو. دقيقتين وبترجع ليلو عمود الضحك والنشاط. يمكن الماضي وجعها، رح تقرر تعيش اللحظة وتنسى. كبيرة يا ليلو. اوف، هاي شو هاي؟ هيدي جبل هيمالايا. عزيزي المشاهد، مرحبا، صباحو. نحن من برنامج عزيزي المشاهد من تلفزيون جديد. نحن حابين نقدم لك كادو بلا سؤال بلا استفتاء بلا شيء. هيك كادو من تلفزيون جديد. كل عمري بحبك انا يا حبيبي. لا تعمل لك العمر كوكا. لا بعرف بعرف. نحن سكرنا عليك قصدا نقدر نسلمك الهدية. ميرسي كثير، كلكم ضو. كل شيء تمام؟ كل شيء تمام. كيف الوضع؟ لمين الورد؟ الورد للماما. للماما سلمتها بهالشيء؟ يعني هي بتقول لماما، هي صاحبت الشغل عندي. حلو كثير. هيدا الوفا اللي كنت عم بحكي عنه انا هلا بالحلقة وبالصداقة الحقيقية. فمبروك. انا ما بعرف شو في بقلب الكادو، ولا انا بعرف. وتبقى حضرنا على تلفزيون جديد ببرنامج عزيزي المشاهد. عطول احنا جديد عندنا. ايه على هذا الشيء كثير بيسعدنا. يسعد نهارك يا رب. انطرني دقيقه لاقل باني عم بتعلم السواقه جديد. انا ما في شيء. يا قطيع قطيشي. ولو ولو، يا اهلا وسهلا الى فتوله جديده. يلا بهالحلقه الاولى من عزيزي المشاهد، ما فيكم تتوقعوا على وين ممكن تروح ليلو والهديه رح تكون من نصيب مين. المهم ليلو عجبتها هاللعبه، والاهم ان لهلا ما تعبت ولا بلشنا. فتوله جديده بس لعبك تحكيني. كدوم التلفزيون الجديد بدون سؤال ولا استفتاء. يلا بونجورني بونجورني. هلا فتولي جديدي، فتولي جديدي. صباح الخير.
يعطيك العافية. مش كتير حضرتك انت موظف بلدية. شرطة قرب شوي ولو زي عن الطريق. عزيزي المشاهد، نحن من برنامج عزيزي المشاهد على التلفزيون الجديد حابين نقدم لك هالكادو. بس لنقول لك مرسي على تعبك. لا بالعكس، وجبتنا بنفس الوقت كمان من دون سؤال ولا استفتاء، بس هيك تلفزيون جديد عم بوزع كادويات على العالم. الله يخليكم بالهمة. طول عمرك في محل بتحطها؟ يلا مبروك، ألف مبروك. طمنا كيف تلاقي هالناس في، يعني كيف هيك أطباعهم؟ أطباعهم أكثرية العالم فاتي أعصابهم بس. معك؟ قلن هلا عم بتعلم جديد لسوق البيك اب، ما عم بيطولوا بينهم علي. لا من زمان بتسوق. هلا أعوذ بالله. هلا جديد. حياة عمري ما سيت أنا. لا بس وقلي لحديت هلا إنه مش الحالة يعني، بس إنه خايف. هلا هو ما بتخاف أنت الشوفير المتعلم السواقة على أصوله ما بيخاف من حاله. أكيد طبيعي. بخاف بعيد عنك من الحمار اللي قباله. بتخاف من يلي على الواتساب كلها. الحمار اللي قباله. بسوقها على الواتساب. إيه هيدي كلها شكل. هيدا اللي بدك تخافي منه. الله يخلي لك عائلتك يا رب. مرسي، الله يخليكم ويعطيكم الف عافيه. الحقوني شباب، يلا بنشوفك بالرجعه. يلا الحقوني لقيتك، شرفتنا، يعطيك الف عافيه. غير الهدايا، عزيزي المشاهد بكل حلقه رح يساعد شخص واحد. بالاجتماع الاسبوعي فريق العمل بحدد كيف ومين وليه. صباح الخير. صباح النور. يعني يلي بهالفريق العمل كله بنات، أنا مبسوطة كتير إنه أنا موجودة معكم. أصلاً سامع عنكم من قبل، عن جد أنتم تشتغلوا من قلبكم وأنا كتير مبسوطة فيكم. يعطيكم ألف عافية لأنه برنامجنا كتير متعب، مشان نعمل دعاية تقولوا من أول الطريق، بس هي الحقيقة في شغل. يعني من هلا بدي أقول لكم يعطيكم ألف ألف عافية. خلونا نحضر الريبورتاج وهيك نتعرف أكثر على أكيد وعائلتكم. ألو بونجور. أنا معك. نعم ديالة معك من جديد. احنا صرنا بالكحالة، بيهمنا نوصل نحكي نحن وياك 10 دقايق قبل ما نحكي مع حسين، ممكن؟ ايه صحيح، انا ما ترجم المكتب. يا يعطيكم العافية شباب، نحن جايين اليوم قصدينك بخدمة لنحضر مفاجأة لحسين. هو وين موجود حاليا؟ انا بكتب هو حاطينه بنقطة دوار نادي علي. طيب بدنا نحكي اكثر نحن وياك وناخذ شويه تفاصيل، ممكن؟ اوكي. احنا قصدينك اليوم كرمال تخبرنا اكثر عن حسين زين الدين. هو شرطي بالبلديه معكم. صحيح. حسين من عناصر الشرطه الناشطين، ما بنستغني عنه، شغيل كثير حرام، كبير بالعمر، مجوز، عنده اولاد، وضعه المادي والوضع المعيشي مثل اغلب العالم، مستاجر بيت هون فوق وموظف بس بالشرطه، يعني ما بيشتغل شغله ثانيه، ما عنده شغله ثانيه. هو دراج ولا؟ ايه دراج. هو دراج. احنا بنكلفه بكذا شغله، بالمبدا بيوقف على دوار وين في عجل سير كثير، دينامو، يعني هلا اذا بيطلع بتراقبوه بتشوفوه دينامو. وين ما نحطه كل العالم بيتشكروا بيقولوا يعطيك العافيه وبيتفاجئوا فيه، يعني بهي العمر وهي العطاء اللي عم يعطيه. ما بدنا نقول له من هلا نحن قاصدينك من تلفزيون جديد نعمل لك سيربريز. اذا بدك تطلع تصوري محل ما عم يشتغل، ما عم يشتغل. نطلع لفوق احسن. يلا. يا ابولو ابولو. يا بولو سمعني؟ يا بطلعك لك حاتجي وسيلة إعلامية تصور عندك، ما بيأثر. أوكي؟ أوكي. شو الوضع عندك؟ شو وضع الطريق؟ هل ايش حابب خط الجبال شوي؟ ايش حابب خط الجبال شوي قد ما فيه؟ مرحبا. اهلا بك. دياله جيتك بحضرتك شوي الاجواء بخصوص موضوع الوضع الشرطه. نحن بدنا نحكي معك لانه المفوض كثير مشغول وهيك، وقال انه فيك تجي معنا، فبدنا نحكي نحن وياك على جنب، ما رح نضل واقفين بنص الطريق. واذا ممكن روح شوي على بيتك اروق بيكون. بيتك بعيد. لا مش مشكله. اوكي. Bye.
صار لي 12 سنة أنا بلديت علي شرطة سير ودراج. نحن أهم شيء ننظم السير ونأمن العالم، وين في مخالفات نشيلها. هيدا بالإجمال كل المخالفات، يعني مش بس إنه هيك، عندنا كتير شغلات يعني بتساعد العالم كمان. طبيعي أكيد شرطة بخدمة الشعب. إحنا بدنا نكفي معك التقرير، بتحبوا كمان تشرفون على البيت؟ أهلا وسهلا فيكم، كنا عضيتك. يلا تكلوا على الله. يلا البيت هون. هذا البيت هون هلا شوي من بورة كبنا ونقعد. ايه اكيد بدكم بتصير. ميرسي ميرسي ابو. بونجور ديالا، كيفك؟ بونجور، هاي كيفك؟ حياتي اسم الله. قد ايه عمرك؟ 9 سنين. عندك شاب وبنت؟ أبولو في لك أبولو، لأنه المفوض عيط لك أبولو وكله بحبوك كتير. سعيد زين الدين ملقب بالشرطة عندي، كلهم بيعرفوني من زمان باسم أبولو، يعني محلن هيك قليل لا يعطولي باسم، لكن رح نعيط لك أبولو. يلا مثل ما بدك. شو الصعوبة فيها هالمهنة؟ الإنسان بعمر معين بصير كتير صعب أنه يشتغل بالشمس. لا، حيويتي قوية الحمد لله، وحماسي قوي للشرطة، وبحبها من قلبي، ومثل ما بتقول اندمجت فيي. يعني مش اليوم، أنا صار لي أكثر من 12 سنة بالشرطة، وأنا البلدية مفضلة علي كثير، وعايش من خير. أنا يعني بقول لكم عندنا رئيس لو عطاني أدم مدنا مش كثير علي، لأنه أنا وقعت بكذا شغلة، حوادث وإلى آخره، والبلدية وقفت جنبي والرئيس وقف جنبي ما تركني. هيدا أهم شيء عندي، مشان هيك أنا البلدية ما بتركها، لأنه محبتي فيها ومحبتي بشغلي، وهن بيعزوني وبيحبوني ومقدريني، والحمد لله أنا صيتي عندي البلدية كثير منيح، كلهم بحبونا الحمد لله. عم نعطينا احنا اللي لازم ننعطى. الله يوفقك. الله يخلينا اياكم. اهلا وسهلا فيكم وشرفتونا، ونشكر كمان انه جيتوا على ليلى عنا. هو كواقع يعني معيشه، منا معيشه يعني، نحن عائله ما اختلفش بهالكلمه. نحن عم ندفع ايجار بيتنا 400,000، يعني من معيشه الشرطه بيبقى لنا شيء لا يذكر، ما في شيء بيتخبى، كل شيء واضح. ما ليش بدنا نستنى؟ يعني عم يفضلنا من معاش هذا وضعنا هيك يعني. $100 بيفضلنا المعاش بعد الأجر. في دويات يعني، في بعدين انا على فكره الادويه قدامي هون عندي، كل شهر انا شيء 235,000 ادويه. انا عملت من مدي رسول وميل، والحمد لله انا بشكرهم وكثر خيرهم بالبلديه عم يساعدوني بالموضوع. هذا اهم شيء، شيء الحمل عني يعني. يعني انت مضمون؟ لا لا، بالبلدية مش لا، هني عم يساعدوني من حبتهم لإلي. استاذ واجد يعني كان وقت حاطه كتير. عم تحكي عن $100 بالشهر أكيد. وعم تحكي عن عائلة اسمها الله رواد شاب 18 سنة ورزاق. صراحة أنا عايش بقلق بكيف يعني، يعني أنا ما عندي شيء تأمين لعائلتي إذا صار لي شيء. هذا واحد يعني أكيد عندي خوف، أنا عايش بقلق عطول، أنا ما بنام كتير، دايما فكري مشغول على طول بعائلتي. انا اذا صار لي شيء شو بيصير، شو كذا الى اخره، او اذا وقفت عن شغلي انا شو بصير فيي. يعني ما عندي غير الشاب، انا عايش ببركه الله بس. انا بحكي لإلي وعلي، انا ما بستحي من شيء الحمد لله، في شيء لا استحي فيه ولا عيب. عايشين بالبركه وبخير البلديه وخير الرئيس. اكيد بدك الخير، ما في شيء. لان هذا بيت قدامكم فيكم تصوروه، يعني ما في شيء مخبى. هلا البنت بتستحلي كثير انك تشوف العالم عندهم، مثل هالولاد، كل الولاد بتطلع. طولي بالك. ليه عم تبكي؟ في شيء على بالك؟ بسكلات؟ شو لون البسكليت؟ زهر؟
عزيزي المشاهد، ليلو وزعت كل الهدايا وعم تستعد للمهمة التانية. هلا بدنا نروح لشو لناخد ضيفتنا تطلع معنا ونروح. اليوم عنا نهار مميز كتير. أيوة علوش، شو يا رضا؟ إن شاء الله راضي علينا ولخيي. إيه يا ريت على طول في منك أنت عشا بهالبلد. ضيفتنا اليوم النجمة ليال عبود. ليال هي فنانة عن جد عملت حالة بحالة، شاطرة ويسعة من كل شيء عم تعمله، بنفس الوقت عم تتعب على حالة. يمكن من أكتر الفنانات اللي عندها حفلات خلال الصيف، وهيدا شيء ببين قديش هي للحقيقة يعني صار عندها جمهور وعندها محبين. ليال معروف عنا كتير إنه ليال بتحب كتير تعمل خير، يمكن ما بتحكي يمكن ما بتصريح، وهو إجمالاً اللي بدي يعمل خير صراحة ما لازم نحكي. بعتقد إنه نحنا رح نقضي نهار كتير حلو مع بعض. اللي بيقدر يقوم بعمل الخير مش غلط، بس كمان بنفس الوقت بدون ما يمنين بدون ما يربح جميل. شو يا علي؟ شو يا رضا؟ طمنونا. ايه بس بدي اقولكم شغلة، انا هي اول مرة بسيطة ليلو، خلينا بالمهم، شو صار بالاجتماع؟ وليه كانت ديالا عم تبكي؟ لا بس شفناك الرابطاج كنت عم تبكي، دوعتك مبينة كتير كانت. بتعرفي قد ما هي صادقة عن جد، إنه طلعت فيها لقيت طفلة قدامي عم تبكي لأنه ما عندها بسكليت روز، يعني بلا ما في صوت كثير نحكي شو بدنا دارين وإنجي، بدنا بسكليت روز لرزان. بتعرفي مش بس هيك، حتى بدها تبين يعني العفش والخزانة وأوضة النوم، حتى جوارير مقبعة ومقلشة، يعني عن جد بيتهم بحاجة لكتير اشياء. وهي بتقول انه الغاز بده تغيير، البنات بده تغيير، كل اشياء بده تغيير، وما عنده الكاشئات انه اللي بيبقى من معاه $100 اذا بده يجيب فيها خبز بتخلص. في ادوية كمان، في ادوية يعني هذا المريض هي اهم شيء يعني. كمان انا بالنسبة لي صحة يعني، لانه هو اذا ما بقي بصحته ما بيقدر يشتغل ليعيل هيدي العيلة، وما يبقى حتى يجي من بطل $100. انا بالنسبة لي لقيت كل شيء بده تغيير، كل شيء. بس يعني انت شيء كتير مهم، انه هيدي العيلة حقيقية بتشبه كتير من عيالنا، بتشبهنا. والبي عنده مثل قلق، بينام على طول على مخديته عم بفكر شو الاشياء يلي ممكن نقدمها، يعني وين فينا نروح، فينا عنا امكانية نروح الكترونيكس، عنا امكانية نروح عفش، عنا امكانية نروح ادوية، ما بعرف هون خليها لكم يعني. انا عندي حدا في ساعدنا بالادوية، الشغلة واحدة مطلوبة يعني، مطلوبة عدة شغلات، كل شيء شوي ايه شوي هيك حسوا بفرح و شوي امان يعني، بركي بيناموا شي ليلتين يعني مثل اي لبناني ما عم بيناموا بفكروا لبكره عن جد. يعني اليوم ضحكة، بدنا ضحكة، بدنا نهار حلو حرام. اي والله فينا نحول هيدي الدمعة اللي شفناها لبسمة، اذا قدرنا عملنا هيدا الشيء. انا بالنسبة لي انا مأكدة انه فيكم تعملوا، عملنا المهمة. الفريق حضر خطة عمل وليلو بلشت بتنفيذها. وصلنا أيوة أيوة وصلنا. يلا يا ليال، يلا يا ليال، يلا يا ليال، وليش تأخرتي؟ وهلأ بدنا نشوف الجمال. نزلت ليال وبدنا نشوف بونجورين. نحنا كلنا مشوبين نبعين.
شو هالصباح الحلو؟ انت اللي طلعتي لي نفرتيتي ما شاء الله. شو القصه؟ وانت ما شاء الله كمان على ورد وبينك وفرفشة بكفي قلبك الحلو وطيبتك وتواضعك حبيبة قلبي. هيدا اللي نحن هول الاشخاص اللي عم نستقبلهم. اذا نهارنا مبلش هيك يعني معناته لا، نحن نهارنا اليوم كتير حلو، عنا برمي حلو كتير، عنا مهنة بدنا نعملها وعنا عمل إنساني بدنا نقوم فيه بآخر الحلقة نحن ولها، بس كله بإطار البسمة والضحك اللي عم نعمله. أكيد أكيد. وأنت شو قصة جمالك الزايد؟ هذا لأنه أنت عيونك حلوين. لا، هذا لأنه كل شيء بالقلب بيعكس على الوجه حبيبي. وأنت الله خلقك حلو. يلا تفضلي، يلا تفضلي على بيك أب ليلو. خلصنا الفتولة وخلصنا البرمي وجينا أخذنا ليال ورايحين نحن مشوار على منطقة أنا بحبها وغالية على أي كتير. ويلا كلنا سوا رح نشوف لوين رايحين. شوف في ماله كبار. إيه لا لا سكتي ليال، أنت بتعرفي تسوقيه؟ يلا هلا بنحكي، بتحبي تسوقيه؟ على الطريق ليلو حكيت ليال قصتها مع البيك أب والسواقة، ويمكن ما كان لازم ليال تعرف كل التفاصيل. لا 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 سيد كل الطريق ما تخافي قبضاي. ليكي ليال الشوفور القبضاي ما بيخاف من حاله، بيخاف من اللي قبيله إذا ما كان قبضاي. مزبوط أم لا؟ صح أكيد. يا أهلا بليول، قبل كل شيء بقلك مبروك الكليب الجديد. ميرسي حبيبي. أكيد رح نحكي عنه هلا. الله راد. شو بس يعني يا لولو، انت الك واسع انا لا، الهوا كله عليك. اه شو شوفتي؟ لا انا ما بشوف. فيك تبرمي اذا بدك، فيك تبرمي. لا حبيبتي لا، خلي لك اياها هلا بعد شوي قدام شوي. اذا شوف يا معلش معلش، هيدا على الشوب. واو. لا بعجبك، ما تخافي بشفك كمان. ليول في شغلة بس، لأنه قبل شوي كنت عم بحكي عن الصداقة، فقديش بتعني لك الصداقة؟ لأنه أنت يعني أنت شخص قلب طيب. أيام الصداقة عندي انتهت أيام الجامعة والمدرسة بس، هيك هون وقفت الصداقة بالنسبة لإلي، وبالفن أبداً ما في صداقة. ليه بتقولي؟ مع إنه أنا عندي أصدقاء بالوسط. لا في أصدقاء بالوسط الفني، يمكن وسط تمثيل غير غنائي، بس وقتها تجي تدق بمصلحة الشخص. إيه توقف هون الخبريه. صحيح. ليكي ليالي قلت لك شيء لفتي لي نظري بكلمه قلتيها حبيتها كثير، قلتي انه انت ما بتتعلمي من التجارب، بتتعلمي من الاوجاع. صح. قلت اوف شو قوية هالشيء. الوجع بيعلم. الوجع بيعلم اكثر من الدرس. صح. الدرس ممكن يكون هيك ثيوريز، اشياء نظريه، بس التطبيق على ارض الواقع خصوصا بالحياه اللي عم نعيشها اكيد بيعلمك اكثر، واكيد بيعطيك خبره اكثر، وبيقول لك انه المره اللي جايه لازم تكون في تحسين، لانه الضرب اللي ما بيوجع صحيح ما بيعلم. واكيد نحن رح نحكي مطولا على الطريق ان شاء الله. نحن رايحين مشوارنا طويل، مشوارنا طويل، واذا ضلينا هيك اذا ما شاء الله ضلينا هيك ما ناخذ موتيليو. على الطريق دورنا على صيدلية تنشتري موتيليو، بس مع الوقت تعودت ليال على سواقة ليلو وأخذت سيلفي وانحلت القصة. عليهم ولا حاسة يا لولو الكيدون معك هيك شوي قاسة كتير، فيمكن التوالي بيكونوا منافسين. ليول انت عملت غنية اسمها كندي عجايب. ايه. انت بتختاري اغاني كمان هيك؟ هلا انا وفي ستاف كامل بنسهر على هذا الموضوع، بنتعب كلنا ايد وحده. برافو، يعني انت عندك اشخاص تستشيريهم، مش انه هيك بتعمدي من راسك. لا ماني عنيده بهالقصص، بس اكيد بنجتمع كلنا سوا، كل حدا بيعطي فكره، بنشوف السوق شو بده. لانه اصلا عمل الجماعه هو يعني هو اللي بيوصل. التعاون هو سر النجاح. صحيح. شو قصة حاضر يا مستر؟ حاضر يا مستر، هن كل العالم فكروا انه انا عم بقول للمستر حاضر. ايه. هي الفكرة حاضر يا مستر دايما مسيطر، انه هو موجود بكل الحالات. حلو. عرفتي؟ ف ايه، لأنه هي صار في لعب على الكلام يعني. حاضر. ايه هي بالأول انا انه منا حلوة يعني. دايما مسيطر على الهواء مباشرة، قوي ومدمر. هات لنا دلك
جاي عليك الهواء. هاي الدولاب لانه ما ادري شو صار. شو ناطر انفخه؟ لا بدي انزل انا والله. طيب يلا انزلي. ما بتقدر بدها تنزل، خلينا ننزل نشوف شو بدها. يلا. ايوه. لحظة عايره منيح بس كيف في غلط؟ ها غلط بشو؟ الليلة عمايلتك انفخت. بتشوفي انه انت مين اللي بيشوفك ببنشية؟ هي من هضامتك انت. ليكي تعبت. بدي اسألك شيء، صار لي كل الوقت بدي اقول لك شغله بس عن جد يعني ما قلت لي شيء، بس انه احب اسألك لانه من زمان بدي اسألك. كيف بدك تعلميني يكون صدري رحب؟ لأنه أنا ما كتير، ها يعني أنا دغري بعصيب وصدري مش رحب أبداً. فأنت قديه صدرك رحب؟ كيف بعودي حالك يكون صدرك رحب؟ هيدي أول شغلة من ماما لأنه معلمتنا على الصبر دايماً. نضلنا نبلع 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 الخبريات، بس أكيد في مرحلة في حدود في ليمت معين نوقف عنده. لازم يكون هيك صدرنا رحب وشرح ليتسع لكل هالقصص اللي عم بتصير. يعني عن جد انك طالعه اليوم بتعقد حبيبتي. طب يلا خلينا نمشي. شو رايك بتحب تسوقيه؟ يا مشحره يا ليال طلعت يا مشحره يا ليال وبتسوق. لكن ام اللوز شو بدها تقول؟ يلا على خيره الله. شو بنعمل؟ بعدك عم بتهيدا خي انفخوا. خليكم معنا. ميرسي. انتوا على الجنود المجهولين. بدك اعرف رجعه شو ليول؟ يلا قولي شو هلا مبسوطه هيك. ولا مش مبسوطه؟ مش حاسه في اكشن بصراحه. انا كيف يعني؟ يعني خلي هيك تكون الحلقه والعانه كلها هيك. شو بدك نولعها اكثر من هيك؟ بنزل بولع البيك اب لتكوني مبسوطه يعني؟ شو بدك؟ لا تقبريني ولعيها هلا بدنا نولعها. وانت بدك تولعيها كمان. عزيزي المشاهد كم دقيقة؟ لا يعني شوي دقايق ومنكون بعلي. يلا لاقونا لهوني. كم دقيقة مع ليلو ممكن يكونوا ساعة، فتا ما تضيع ليلو الوقت وتزهق الضيفة استغلت الفرصة وبالبيك أب بلشت الحفلة. يلا غنينا شي لبين ما نوصل، لأنه في منهم كمان بفكروا أنه في كتير مطربات ما بيعرفوا يغنوا مباشر. اه والله ايه اكيد لانه يعني كله بالاستوديو. عاتي بقلبي وزلاته. ايوه كل واحد فينا بيتعلم من اغلاطه. ايوه انا يقول صفيت النية واغدرت فيي منك لا الله. ايه والله هالقضية وهانت ايام العشرة نسيوها وصارت ذكرى. الناس اللي ضوئت لها العشرة الوفا نسياني. تعلم من خبرة الشايب وتجنب كل القرايب إلا لأهلك. اوعى تأمن دنيتنا دنيت عجايب دنيتنا دنيت عجايب. سمري دخيلي كزيحوا عن طريق يا عمي جايين الأميرات على علي. الأميرات بعلي والمساعدات عم يدوروا على مفروشات حلوة لبيت حسين. الخيارات كتيرة وديالا أخذت راحتها وكترت وحست إنها عم تفرش بيتها. نرحب فيكم بجاليري مسعود ونشكركم على لفتتكم وللأخ حسين وبرنامج عزيز المشاهد فسحنا فرصة لحتى لي نساهم بغرفة أعود وخزاني للأخ حسين ويعطيكم العافية. على البروجرام اللي عم بيقدموه
واللي عم بيحاولوا يساعدوا فيه الناس اللي بحاجة لمساعدة. نحن كشركة مرعى تريدينج بهمنا نساهم بهيك بروجرام. كشركة إلى 20 سنة موجودة. نحن هنقدم للأستاذ حسين ولعائلته هدية مؤلفة من براد كامري، غاز كامري، غسالة ريجنسي، تلفزيون هاير بلس واتر ديسبنسر كامري، بالإضافة لخلاط كينوود وتوستر كينوود ومكوية تفاح وعجانة براد. وإن شاء الله الهدية تكون على قد ما هو بيطمح ويكونوا مبسوطين بهالهدية قيمة كبيرة. وإن شاء الله بنقدر بالمستقبل نقدم أكثر مساعدات لأشخاص بحاجة لهيك مساعدة. بعلي ما كان صعب يلاقوا حسين بنص الدوار، كان واقف عم ينظم السير بحماس ودقة مثل المايسترو. كيف شغلت وحدتك رح تروح مع السيد مشوار. يلا مرحبا مرحبا، كيفكم؟ يعطيكم الف الف عافيه. يوم مميز يوم مميز بعد العرب. الصبايا رح تشتغلوا عنا، بدك تسلمون شو الجهاز؟ شو بدك تسلم؟ بلديون اليوم هذا رقم تليفوني واسم كل شيء معي. بلديت لا بركي ضاع، خليها معك. بلديت علي قالوا حول. نحن اليوم حناخد مهمة حسين على الشارع وراح نقول له شد الجاروف يا حسين بمهمة تانية. بدك تقول لهم شيء عن السير؟ أهم شيء يعني هلا بدي أعاونهم إن شاء الله. أهم شيء مالك عمو المعروف، مالك مالك شوي. شو بدك فينا مالك؟ لا حيري بس إذا يدلوا جنبك المرأة تعرفوا كثير حفوت الناس ببعض. جاهز؟ يلا جاهز تروح معنا؟ جاهز معنا. يلا يلا بدنا نروح. اول شيء نجيب المدام ونجيب رزان ورواد. يلا تفضل. يلا فجأت فينا. انا اقول عن جد عن جد. ايه معلم، سمع سمع. يعطيك العافيه. وينك؟ هي تجي صوب البيت يا معلم، صوب البيت. صرنا اوكي اوكي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. عن جد فجأت فيكم، انا فكرت جاي مشان البلدي، بس لما شفتك انبسطت كثير. عرفت الموضوع. عرفت الموضوع دغري. اكيد ايه. الله بيعرف. لما فليته حكيت انا وعائلتي انه انا ارتحت وهن انتم ارتحتوا لإلي بالكلام. انا حكيته من قلبي من احساسي، يعني ما مثلت مثل ما بيقولوا. وانا كثير انبسطت فيكم جد والله، واهلا وسهلا فيكم. انا بعلي
عرس المصايف علي، جنن علي، وانتم جننتوها زينتوها كثير والله. ميرسي يا حسين. اهلا وسهلا فيكم، لا حيتفاجئوا كثير فيكم بالبيت، خاصة رزان حبيتك كثير لإلك. مرحبا. كثير 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 انا مدام شريف. كيفك؟ منيحه؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. نحن مش جايين نكفي التقرير تبع البلديه ولا عن شرطه البلديه، نحن برنامج عزيز المشاهد من تلفزيون جديد، واليوم محضرين لكم انتم كلكم كل العائله مفاجاه كبيره. كمان ابو رواد بده يجي معنا؟ اكيد. ابو رواد عنده فرصه. كثير تاخرت، هيك اللي بينطر نجمه، هيك النجمات يا ليال ليال. شو بكي؟ شو بكي؟ ما تأخرت طيب؟ ولا ما تأخرت، انت عم قلبه شايدة شايدة شايدة. تفضلي تفضلي تفضلي. بدنا نتقن المصلحة مصلحة. تتقن المصلحة؟ ايه طبعا، لانه لما قلت لك انه انت شرطيه وانا موظفه بلديه ما قصرت. يلا اكيد احنا بدنا نقصر علينا. هلا تفضل صفايره كمان ليال. شرفي حضرت يعني. شرفي بس بتشيل النينيتا كل العالم يعرفوك، ما بصير. يلا ايه رح اشيلها هيك انا هيك. معقول هيك؟ بلشت من هلا تقشط الاغراض. يلا حبيبي بس ما بيه. ما بعرف. قريب قريب. كيف رايح؟ كيف رايح؟ كمي يلا كمي. زحوله زحوله. كمي السير كمي. كيف تكون؟ اسحب اسحب. اسرع اسرع اسرع. طب خذ يمينك. قرب قرب. هلا 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 بالشباب الطيب. هذا الضوء شو هذا؟ هذا شو؟ قريب حبيبي حبيبي. بلاهم هدول الحركات هول حزنهم. هلا هلا بالشباب. هلا هلا اسرع يا مدام اسرع اسرع. دغري ترانزيت ترانزيت. يلا يا مدام اسرع. هلا يا حاج. يلا يلا مشينا مشينا مشينا. هلا هيك كل نهار بيعمل حسين. لا لحظة لحظة هلا الله يسامحك. عن جد شفت السير شو بتحمل بس انا كمان مش حيمين. قطعي قطعي مدام. اخيرا كمل خيي كمل. طول عمرك. روح يا انا. ايوه خير. ايوه 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 كمل هيك كمل. ايه تمام. خفف سيرك يا معلم. جاي لورا شوي. عبد اللطيف يا حلو. لورا شوي. شو موقف السير؟ لورا شوي. يا خيي ما تقطع هيك بيقطعوا. لك يا ليال شو عم تعملي انت ولاختي؟ اسرع اسرع اسرع. يلا 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 اسرع. ايه اسرع. اوعى انزعجت. اوعى اسرع 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 مدام. يلا يلا شو بتحمل؟ بس اصلا لشو الشرطي السير يا حزبوب بكل بلاد العالم بحطوا اشارات؟ يلا اسرع اسرع اسرع. حرام شو يشتغلوا اذا هي ما تقطع حدو عن اليمين. عايب يا زلمة. أسرع أسرع. لعيبوا له لعيبوا له. شي مش معقول. يلا أسرع أسرع. لك هيديك بتخلق العالم. مشونا أسرع. أسرع أسرع أسرع. هاي يا روبر روبر. يا ليال ليال يا ليال ليال ليال. تعال أشوف كيف الوضع؟ وضع تمام. شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ تمام. كيفكم؟ شو أخباركم؟ حبيبتي طول عمري. قربوا قربوا يا ليال. أحلى كرو معنا الليلة. أنت بتباع حالك إنك عم توقفوا بوجه الكاميون. أكيد أكيد. أسرع أسرع. صدقت حالك. مدام حبيبتي حبيبتي. ما بعرف أنزل يانكي زميل. شو ها شفتي عاملة شرطة بلدية؟ أسرع أسرع يلا يلا. الله يحمي ليلو ليليان
أما ديالا وعلي تحسين فبطريق تيعملوا شوبينج. أبولو اليوم أجل القلق على الشغل ومركز على البسط. هي هلأ الممثل ليان نمري والفنانة ليال عبود عم يشتغلوا محل أبولو. تفاجأت فيها أنه تمثلت التلفزيون أول مرة التقي فيها بشوفها أحد مني يعني، ولكن التقي أبولو كيفك وكذا يا عم أهلا وسهلا شو بك قليلي؟ قلت لي هيدي يوم بدنا ننشم الهواء وبدنا ناخذ محلكم وانا بدي اعمل شرطيه وبدي اوقف سير هلا بدك تروح معنا معهم وهيك. هيدي لعيونك يا لولو. لعيونك كمان. ساعتين ضبطنا عليك كلها. اكيد بس انا بدي اسالك شو رايك بعد هالاختبار هالتجربه؟ ايه شو رايك فيها؟ عن جد كانت بتعقد والناس بعقدوا خصوصا انه كانوا عم بينادوكي ليليان وعم بينادوني ليال. هيدا المهم انه بيعرفونا وبيحبونا وهذا الشيء. قالوا نحن خربنا عليه معقول؟ لا ما خربنا عليه نحن نظمنا عليه. بس هلا نحن من عبكره لهلا استوينا وهلكنا وتعبنا بس بحب كثر خير كتير. هلا صار لازم نسمع صوتي. لا هي بدنا نولع علي بدنا نلم العالم. انت كله يعني كله مصره بدك تغني وبدنا نلم العالم. ان شاء الله علي كلها بتوقف اليوم بالساحه. يلا لكن على نص الساحه مش يلا لا بدي عاتب قلبي وزلاته كل واحد فينا بيتعلم ايه من اغلاطه صفيت الشايب وتجنب كل القرايب إلا لقانك اوعى تأمن دنيتنا دنيت عجايب الشايب وتجنب كل العرايب إلا لأنك اوعى تأمن دنيا
بيتعلم من أغلاطه. صفيت النية وغدرت فيا منك لالله والله هالأذية. نحن وصلنا عنادي الفروسية علي أول محطة. اهلا وسهلا فيكم نادي علي الفروسية، محضرين لكم جورنيه كثير حلوة وهلا رح نبلش بالخير. الخيل عز ونحن بنحب الخيل، ولاد الخيل نحن ولاد جبال. نهار مميز كثير كثير وانبسطت كثير وشكرا لكم عن جد. نهار كثير تمام وحلو، هاي أول مرة ركبنا على الخيل، كثير حلو الشيء. بتعيدها؟ مش غلط. طلعي 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 طلعي، هيك ملي هيك بس غنجي. شايفة هونيك في بيسيكلاتات أتيفيات، عبالك نروح إذا مع بالك أحد الحصان؟ يلا يلا. والبيسيكلات الروز لرزان في أركب عليها؟ أكيد فيك تركب عليها رزان، هيدا البيسيكلات لإلك. قربي يا جو جو رزان، يلا جو رزان، برافو. هي احلى قضاه لإلي اليوم. نحن حابين نقدم لك من نادي علي الفروسيه هديه صغيرة، هي بانجالو. وقت اللي بدك مع اكتيفيتيز بالنادي انت والعائلة بتجوا لعنا النهار اللي بدكم اياه وبتقضوا عنا هون. اهلا وسهلا فيكم، رح تشرفنا كثير انه انتم عنا. نحن هون بلشنا جديد وهذا المول بعد جديد، والله راد مستمرين، وهلا رح ندوق لكم شيء من الاكل تبعنا اللي منه موجود بالمنطقه نهائيا، ككفته برجر، كبيتزا برجر، هودي ما حدا بيعملهم غيرنا نحن. نزل الغدا والخدمه كانت ممتازه، بين الاكل والحديث والضحك قطع الوقت. اكيد يعمل العجله تمشي السير. هلا عن جد يعني تمشي السير فوق عن حسين، نحن عم نقدر وقاعدين ضيقات. اهلا وسهلا فيكم، ميرسي كثير لكم، شكرا ميرسي. احلى زفه جبنا لا جبنا لا جبنا لا، اجمل سهره عملنا لا عملنا لا عملنا لا، يلبق لها والله بيلبق لها، عروستنا بتسوى تقلى كل الحالة جمالها.
أحلى عريس وأحلى عرس وأحلى عرس وأحلى عرس يلبق له والله بيلبق له عريسينا بيسوات له دخل الطلي مشمالا صبايا قوم انا اشوف يعطيكم الف عافيه اكيد مشاهدينا نورتونا اليوم يعطيكم العافيه اكيد نورتونا بعلي بدنا نشكر فرقه الاندلس فرقه الاندلسيه بتحيي كل الافراح اللي بتحبوا اذا حدا افراح او اي حفلات ارقام فرقه الاندلس رح تشوفون على اسفل الشاشه ومنذكر انه فرقه الاندلس بقياده القائد هشام حسن فنحن بدنا نشكركم يعني من قلب علي حابوا ان يكونوا معنا نشكركم يا شباب وصبايا اكيد مثل العاده ليال نحن اخر الحلقه يمكن ما يسمح لي وقت اني اقول لك ميرسي كثير على هيدا النهار الحلو وانت ميرسي كثير لانه يو ميد ماي داي حبيبتي وانت كمان بعقيد وجنب الانسان كان رائع وان شاء الله كل العالم تعمل مثلك لولو ان شاء الله هلا اني يعني نحن ما اقول لك ميرسي وبدنا اقول ميرسي كمان لفرقة الاندلس ولكل شخص ساهم بإنجاح هيدي الحلقة بدي أشكره هلأ نحن ناطرين حسين ليجي وناطركم بعد شيء كتير يلا يا حسين يلا حسين كان بعالم تاني مع أنه انبسط بالمشوار كان قلبه حاسه أنه في شيء الله يسر شو محضرين هلأ أنت مش عارف والله يعني بعد هالنهار الطويل اللي كان مليان بالفرح الجو اللي انعمل كأنه عرس كأنه مهرجان والعجقة والزحمة ومحمد الناس أكيد هلأ قبل ما يجي حسين ما بعود فينا نحكي أنا بدي أشكر حضورك من قلبي وأنا كمان بدي أشكرك على البرنامج الرائع حبيبتي نفحة إنسانية ونفحة طريفة وكمان بدي استغل الظرف وقول بدي اتشكر على الفقيه المصمم العالمي على الاوتفيت الحلو الرائع صح وانا كثير بحبك حبيبتي وانا بحبك كثير واصلا ما بستقبل حدا اذا ما بحبه طالما انا ما بكره حدا رح استقبل الكل ميرسي كثير لك وهلا ناطرين حسين ناطرين حسين حتى نعمل له مفاجاه كبيره ان شاء الله يا رب ان شاء الله خير يا رب نفرح قلبك اكيد هلا ولا سهلا هلا وسهلا هلا وسهلا عليكم انا هيك وقت رتبوا السير
عن جد يعطيكم العافية. كيفك يا حسين؟ منيح تمام. شو أخباركم؟ يعطيكم العافية. تعبتم. شفت البوليس؟ شفت البوليس؟ نظمنا بس أداء البوليس بيتعب. واو الحمد لله. البوليس أداء بيتعب كثير. إن شاء الله يا حسين الله يعطيك العافية ويزيدك صحة ويضلك بهالهمة يا رب. تسلم. الله يخلينا إياكم. خلينا التلفزيون الجديد وخلونا الشباب كلكم. أكيد أكيد. حسين بس إحنا يعني قبل ما نختم الحلقة في شيء بدنا نقول لك إيه. نحن اليوم قمنا بتجربة كتير صعبة، هي منا سهلة أبداً، إنه عملنا شرطي سير، عرفنا قديش بتتعب، قديه بتشوب، قديه بتتضايق، قديه معقول يكون في ناس عن جد منن كتير يعني مزوقين، يمكن بسبوك بشتموك، لأنه نحن كنا عم نزرع الفرح وهذا الشيء للأسف صار. يعني قديه أنت عن جد كل شرطي سير هو بيتحمل. الله يعطيك الصحة والقوة. حسين أكيد قضيتوا نهار حلو كتير اليوم مع ديالا. أكيد بدنا نشكر علاء شهيب صاحب كافيه وريستو جوكر اللي استقبلكم، وأكيد نادي الفروسية علي كمان اللي استقبلكم. أكيد إن شاء الله كنت مبسوط كتير. أحسن نهار. هيدا أحسن نهار. مميز. إيه بس بعد ما شفت شيء كمان. يعني بعد اللي شفناه. الله يعينه. الله يعينه. حتى ان شاء الله يعني ان شاء الله تكون مبسوط، لانه نحن حبينا اكيد تلفزيون جديد، فريق الاعداد وكلنا حبينا نقدم لك هدايا ان شاء الله هيك يعني تكون تنبسطوا فيهم، بكون قدمنا شيء يزرعوا البسمه بقلبكم، يعني من برات فرن غساله تلفزيون مايكروويف، يعني شركة مرعة تجارية حابة تقدم لكم توستر وفرن وشواية وعسارة وتاني دي جاليري مسعود، يعني حابة يقدم لك خزينة وتأم سالون، يعني وغندي مسعود أكيد يعني حتى ما يقولوا ذكرنا نسمه. بدنا نشكر كل الأشخاص اللي ساعدونا من شركة مرعى التجارية، من جالوري مسعود، من كل اللي ساعدونا. بس كمان بحب أقول لك إنه في فعلة خير حبي تقدم لك، إنه بتقدر ترمدر تعي بدي أقول لك، أنا بدي أختم الكلمتين قربي لك قربي. بس بدي أقول شغلة، في فعلة خير حبي تقدم لك أدوية، كل شهر الأدوية اللي حضرتك بتاخذهم، وكمان أي حكيم بدك تروح لعنده الفحصية تبلاش لمدى الحياة. بس بدي أقول لك شغلة، ما في شكر على محبة. اللي بدي أقوله إنه ممكن نخلص حالنا نقطة مي مسقعة، يمكن نخلص حالنا طبخة على الفرن، يمكن تنكسر غسالة، إلا ما نلاقي حدا يلاقي لنا حبة دواء. بس أهم شيء، أجمل شيء بالحياة إنك تلاقي ناس يحسوا فيك ويساعدوك، هيدي هي حبة الدواء. عزيزي المشاهد، أكيد منلتقى جمعة الجاي ودموعي كنا كتير غاليين على قلبنا، ومنشوفكم الأسبوع المقبل. تسمعوا على خير.